بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه. فصلوات الله وسلامه على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة في الله، نسأل الله عز وجل أن يكون اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. أيها الإخوة في الله، لازلنا في شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 728 للهجرة في أول القرن الثامن الهجري. تكلمنا فيما سبق على أن هذه العقيدة التي ألفها شيخ الإسلام من الكتب التي أثنى عليها العلماء وبيّنوا منزلتها، وأجمعوا على أنها تمثل عقيدة الفرقة الناجية المنصورة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، وقال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الفرقة الناجية المتمسكة بالعقيدة السليمة المستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تشتمل على كل خير وما فيه نجاة للأمة من عذاب الله، وأن من مات على عقيدة التوحيد بعيداً عن الشرك والبدع والضلالات فهو من أهل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله دخل الجنة على ما كان عليه من العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث الصحيح أن العبد كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ذنوب، لو لقيتني بقراب الأرض يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فهذا فضل الله، يبين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ويبين أيضا خطر الشرك الذي هو محبط للعمل. الله عز وجل أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك.
فالشرك مفسد للعمل ومحبط له، ولو أتى بحسنات كثيرة وصلاة وصيام وحج وزكاة وأعمال صالحة ولكنه يشرك بالله عز وجل غيره في العبادة، فهو قد أبطل عمله وأفسده ونقض توحيده، لأن الشرك خطره عظيم. والأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا لتحقيق التوحيد ولبيان ضرورة ألا يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. وإن شاء الله سأتلو عليكم سؤالا ورد لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في أناس يصلون ويصومون ويحجون ويعملون الأعمال الصالحة ولكنهم يقعون في دعاء الأموات والتمسح بالقبور وسؤالها مع الله عز وجل. وبين أن رحمه الله في هذه الإجابة الشافية الكافية أنهم قد أبطلوا دينهم وأبطلوا إسلامهم وأفسدوا عقيدتهم وأفسدوا أعمالهم الصالحة بوقوعهم في دعاء الأموات والطواف على القبور والاعتقاد في الملائكة أو الأنبياء أو الأحجار أو الأشجار أو الأولياء أنها تنفعهم أو تضرهم. والنبي صلى الله عليه وسلم على كما جاء في القرآن أن الله عز وجل وجهه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينفع نفسه إلا بما قدره الله تعالى عليه وبما شاء الله عز وجل، فالنافع الضار هو الله عز وجل. فلا يعتقد الإنسان في ملك أو نبي أو شجر أو ولي أو حجر أو غيرها أنها تشفي مريضا أو ترد غائبا أو تفرج كربتان أو ترزق زوجا أو ولدا، كل هذه ما يملكها إلا الله عز وجل. الله عز وجل هو الشافي وهو الكافي. وإبراهيم الخليل عليه السلام قد بين ذلك، إذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالله عز وجل هو الذي يشفي المرضى، وهو الذي يرد الغائبين، وهو الذي يقدر الأرزاق، وهو الذي يرزق العباد بيده الخير. فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعباد المطلوب منهم عبادة الله عز وجل وإخلاص العبادة لله، ليس فيها رياء ولا نفاق ولا طلب للدنيا، إنما يطلب وجه الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. العبد عندما ينفق وعندما يتصدق ويعطي الفقير لا يريد من الفقير جزاء ولا شكورا، إنما هو يبتغي وجه الله وما عند الله عز وجل من الثواب، فالله عز وجل هو الذي يجازيه على هذا. أما الذي يطلب مدحا من الناس أو أن ينشر اسمه في الإعلام أو في الجرائد أو في وسائل التواصل أو غيرها حتى يشهر اسمه، فهذا قد أبطل عمله. والله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فلا بد من الإخلاص لله عز وجل في أداء العبادة، أن تكون النية خالصة لله. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله،
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فاعبد الله مخلصا له الدين، تكون عبادتك، صلاتك وصيامك وصدقتك وأعمالك الصالحة لا تريد بها إلا ما عند الله عز وجل، لا تريد بها رياء ولا سمعة ولا مدحا. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله عز وجل لابد أن تكون الأعمال التي يؤديها العبد خالصة لله عز وجل، ليس للعباد فيها شيئا، وأن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لابد من توفر شرطين لقبول الأعمال: الإخلاص لله عز وجل، هذا الشرط الأول، وثانيا الاتباع، أن يكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة نتبعه عليه الصلاة والسلام، هو الرسول الذي يجب علينا اتباعه والاقتداء به، وأن ما يقوله وما يفعله عليه الصلاة والسلام وما يقرره فهو هو التشريع، لأنه هو المرسل من الله عز وجل المؤيد بالوحي من القرآن ومن السنة. ولذلك يقول الشاعر من أهل السنة: فللعمل الإخلاص شرط، وقد أتى وقد وافقته سنة وكتاب. فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب. لابد أن يكون وفق ما جاء في القرآن وفق ما جاء في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. هو القدوة عليه الصلاة والسلام. وابن عباس لما كان يقول لبعض التابعين في أمر المتعة وما يتعلق بها من أحكام، يقولون قال أبو بكر وعمر، فكان يقول لهم: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهما سيدا الصحابة ووزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العشرة المبشرين بالجنة والخلفاء الصالحون، لكنه لا يقدم قول أحد كائنا من كان على قول الله ولا قول رسوله صلى الله عليه وسلم. هما القدوة الذي يجب أن نأخذ من القرآن ومن السنة. ولذلك لما سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو قد ألف كتبا كثيرة في العقيدة وفي الفتاوى وفي غيرها، قال له رجل: نريد من سماحتكم أن توجهوا نداء للناس تبينوا فيه أهمية الدعوة إلى الله على بصيرة وتبصير الناس بمعنى لا إله إلا الله. فقال رحمه الله في هذا، قال: الجواب في كتاب الله تعالى العظيم، الكفاية العظيمة والدعوة إلى هذا الحق العظيم، لأن الله عز وجل قد في كتابه الكريم في آيات كثيرة أمر بعبادته وحده، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى ذلك في مكة والمدينة والجزيرة 23 عاماً وهو يدعو إلى الله ويبصر الناس بدينهم، كما قال الله تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. وفي الحديث الصحيح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق على صحته، إذا قلنا متفق على صحته يعني رواه البخاري ومسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار. من مات وهو يدعو لله نداً دخل النار، وقع في الشرك العظيم ووقع في أكبر الكبائر وهو الشرك بالله، فمصيره إلى النار ومحرم عليه الجنة. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا بيان خطر الشرك، أن من مات وهو يدعو لله نداً، ملكاً أو نبياً أو شجراً أو حجراً أو ولياً أو غيرها دخل النار. من مات وهو يدعو لله نداً، زي اللي يقول يا رفاعي أو يا جيلاني، يا عبد القادر أو يا بدوي أو يا علي أو يا حسن أو يا حسين أو غيرها، هذا يدعو غير الله، حتى لو كان يطوف بالبيت وهو يدعو غير الله فالله لا يقبل منه، قد وقع في الشرك، مثل الذي يطوف ويقول مدد يا حسين أو مدد يا بدوي، هذا أبطل توحيده، أفسد حجه وأفسد عمرته وأفسد طوافه، لأنه دعا غير الله. من دعا لله ندا دخل النار والعياذ بالله. هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس كلام الناس، هذا الحديث المتفق على صحته، وهذا يبين خطر الشرك وخطر دعوة غير الله عز وجل. ومثل الذين يذبحون للجن أو للأصنام أو للأولياء أو للقبور أو غيرها، يذبحون لها أو ينذرون أو يدعون أو يبذلون الأموال أو يأتون بالسمن والعسل ويصبونه على هذه القبور، ماذا تنتفع القبور بالسمن والعسل أو بالذبائح أو غيرها؟ تأكلها الجن والشياطين، هذا يقدمون هذه الموائد وهذه الذبائح والعياذ بالله لغير الله. والذبح لله وهو من أنواع العبادة، والنذر لله وهو من أنواع العبادة، لا يصرف شيء من أنواع العبادة إلا لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو التوحيد، هذه آيات القرآن، ليس كلام الناس. نحن نبين دعوة التوحيد، وأن لا يقبل الله تعالى من أحد كائنا من كان أن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يحج لغير بيت الله أو غيرها من القربات، إنما هي خاصة لله عز وجل. قل إن صلاتي، الصلاة كلها، السجود والركوع والدعاء، قل إن صلاتي ونسكي، النسك يشتمل على العبادات ويشتمل على النذور ويشتمل على الذبح ويشتمل على الاستعانة والاستغاثة وغيرها، إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل حياتك لله عز وجل، ومماتك لله، كل الأعمال التي تعملها ستلاقيها بعد موتك هي لله عز وجل، كل عمل تعمله يجب أن يكون خالصا لوجه الله، ليس لأحد فيه شيئا. الله عز وجل أغنى الشركاء عن الشرك، فإذا أدخلت معه أحدا غيره فالله عز وجل لا يقبله. ومن أنواع طبعا الشرك، كما نعرف أنه شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر اللي هو السجود لغير الله، عبادة غير الله، دعاء غير الله، ذبح لغير الله، النذر لغير الله، هذا كلها من الشرك الأكبر. والشرك الأصغر الرياء، وهو يفسد العمل. الشرك الأصغر يفسد العمل، يبطله، كأن يقوم العبد يصلي ويزين صلاته، يحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. ماذا ينفعونك الناس تزين صلاتك من أجله؟ الصلاة لله. أو يتصدق، ظاهره الصدقة وحسن يمدحونه الناس، فلان كريم. أو يذهب
لقتال الكفار عشان الناس يقولون شجاع، أو يعلم الناس علشان يقول الناس عالم، هذه لا تنفع. هؤلاء أول من تسجر بهم النار والعياذ بالله يوم القيامة، لأن عملهم لم يكن خالصا لله عز وجل. يطلب الدنيا، يطلب المدح، يطلب الثناء من الخلق. من التمس علما مما يبتغى به وجه الله لم يرح رائحة الجنة والعياذ بالله، يبتغي به غرضا من الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان تكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. كيف؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، من أجل منصب، من أجل مال، من أجل مدح. لا تطلب الثناء إلا من الله، ولا تطلب الجزاء إلا من الله عز وجل. صلاتك ونسكك وعبادتك لله رب العالمين، لا شريك له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. انظروا، من مات ومن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، مصيره إلى الجنة. وإن كان عليه معاصي فهو في من حالي بين حالتين: إما أن الله يغفر له ويتجاوز عن هذه السيئات ويدخله الجنة، أو أن الله عز وجل يعذبه بقدر هذه المعاصي والذنوب وهو من أهل التوحيد ثم يخرجه الله إلى الجنة. لا يدخل الجنة إلا الطيب، طبتم فادخلوها خالدين. لابد أن يطهر الإنسان وينقى، ينقى بإما مغفرة الله عز وجل لهذه الذنوب وهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وإما أن يدخله الله النار ويعذب على قدر عمله وعلى قدر سيئاته، ثم يطهر في النار ثم يدخل إلى الجنة. هذا الموحد الذي مات على التوحيد، مات لا يشرك بالله شيئا، مصير الموحدين للجنة جميعا. لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يخرجهم الله عز وجل من النار. ولا يخلد في النار إلا المشركون. وهذا خطر الشرك، عظم خطره. ولذلك في بعض البلدان للأسف الإسلامية تجد فيها قبور وفيها أضرحة، يزعمون أنهم أولياء، يذهبون إليهم، يذبحون عند القبور، يدعونهم من غير من دون الله، مع الله يدعونهم، يعملون عندهم الذبائح ويقربون لهذه القبور القرابين، يزعمون أنها تقربهم، أن هؤلاء يقربونهم إلى الله زلفى. هذه مقالة المشركين الذي ذكرهم الله عز وجل في القرآن، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن الإسلام يقول: ليس هناك واسطة بين العباد وبين الله عز وجل، تتصل مباشرة بربك عز وجل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا ملكا ولا وليا ولا رسولا ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هو القريب المجيب. فلماذا تذهب إلى القبور وتذهب إلى الأولياء وتدعو غير الله؟ وهؤلاء لا ينفعونك ولا يضرونك، لا يملكون لك نفعا ولا ضرا. فلماذا تفسد صلاتك وتفسد عبادتك وتفسد حجك وتفسد عمرتك وتفسد طوافك بالبيت؟ قد صرفت الأموال
وأتعبت نفسك وأتعبت راحلتك وأنفقت كثيرا من أموالك إلى أن تصل إلى هذه البلاد المقدسة لتؤدي فريضة من فرائض الله، ركن الإسلام الحج، أو تؤدي العمرة، أو تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تقع في الشرك فتبطل أعمالك وتفسد أعمالك بهذه الأعمال والعياذ بالله. ولذلك جاء التحذير من الشرك، بل دعوة الأنبياء كلها إنما جاءت لإخراج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الإسلام رحمة للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لإنقاذ الناس من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أولع نارا، شب نارا، فجعل الفراش يتهافتون على هذه النار، وجعلت أنا آخذ بحجزكم أمنعكم من الدخول من النار وأنتم تتفلتون مني. الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة، يأخذ بأمته بحجز أمته يحجزهم عن النار وهم يقتحمونها. هو رحمة للعالمين، يبين للناس الحق، فهو رحمة عليه الصلاة والسلام. ولما دخل مكة في عام الفتح كان بجوار الكعبة 360 صنم تعبدها العرب وقريش في مقدمتهم، يطوفون بها ويتمسحون بها ويدعونها مع الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وأمر بتكسير هذه الأصنام، وكان صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت وهو يتلو قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق، وكان يشير إلى هذه الأصنام بيده وهي تسقط على وجوهها، وهذه معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييد له من الله عز وجل، الذي أخرجته قريش من مكة، أخرجوه وأخرجوا أصحابه رضي الله عنهم، وخرجوا مختفين، وخرج أبو الرسول وأبو بكر واختفوا في غار ثور 3 أيام خشية من قريش أن يقتلونهم أو يسجنونهم أو ينفونهم، لكن الله عز وجل حفظ رسوله وصاحبه. والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وهو يقول: واثق بالله وواثق من نصره عليه الصلاة والسلام، واثق من نصر الله له، يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. نجوا من مكر قريش ومكر الكفار بهذه الدعوة المباركة التي أشرقت على الأرض، أشرقت بنور التوحيد، ومن الدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعجاز نبوته أن الله أيده بالنصر ومكن لدينه، وانتشر الإسلام في الجزيرة العربية، ثم انتشر في أنحاء الأرض شرقا وغربا، ومكن الله تعالى لدينه عليه الصلاة والسلام، دلالة على أنه نبي وأنه رسول وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده. ويقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ونحن نترحم على هذا الإمام العالم الكبير الذي نفع الله تعالى بعلمه وبكتبه وبفتاواه، وكان رحمه الله يركز على مسألة التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من كل ما ينافي العقيدة الصحيحة التي جاءت في القرآن والسنة، قال: فالواجب على جميع أهل الأرض من المكلفين أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يقولوا لا إله إلا الله، وأن يشهدوا أن محمدا رسول الله، وأن يخلصوا لله بدعائهم وخوفهم ورجائهم واستغاثتهم وصومهم وصلاتهم وسائر عباداتهم، وهكذا طوافهم بالكعبة، يطوفون بالكعبة تقربا إلى الله تعالى عبادة لله وحده سبحانه، وأن يحذروا دعوة غير الله من أصحاب القبور
أو الأصنام أو الأنبياء وغير ذلك، فالعبادة حق الله وحده عز وجل، لا يجوز أن يصرفها لغيره سبحانه وتعالى. ومعنى العبادة أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، هذا معنى العبادة، وهذا معنى توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. بعد أن شرحنا في الدروس الماضية توحيد الربوبية وأن المقصود به أن الله عز وجل هو المالك الخالق السيد المدبر لهذا الكون، بيّن بعده توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، وأن معنى العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى. اللي ما يحبه الله ولا يرضاه ليس من العبادة، كصرف العبادة لغير الله لا يحبه الله عز وجل، لا يحب الله الشرك ولا قتل النفس ولا عقوق الوالدين ولا أكل الربا ولا وأد الأولاد ولا عقوق الوالدين ولا قطع الأرحام ولا غيرها، هذه ليست من الأمور التي يحبها الله ورسوله. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، الأقوال الذكر التسبيح وأعلاها تلاوة القرآن، أعلى الذكر وأعلى التسبيح هو تلاوة كلام الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا هنا تقرب إلى الله ما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله بأفضل مما خرج منه. والذي خرج من الله هو القرآن، هو كلامه وهو صفة من صفاته. القرآن كلام الله تعالى المعجز بألفاظه ومعانيه، تكلم الله عز وجل به وأنزله على جبريل، وأنزله جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، حفظه الصحابة ودونوه في الصحف، كلام الله عز وجل محفوظ. فأعظم ما يتقرب العبد إلى الله تعالى من الأقوال هو كلام الله عز وجل. تقرب إلى الله بما استطعت، فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بأفضل من كلامه من القرآن الكريم، كل حرف بعشر حسنات كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فألف لام ميم فيها 30 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم فيها 30 حسنة، فما بالك بحروف القرآن، وما بالك بكم فيه من الآيات ومن الحروف. وكان السلف رحمهم الله لا يمر على الواحد منهم شهرا حتى يختم القرآن، يختمون القرآن في كل شهر مرة، وبعضهم 3 مرات في الشهر، وبعضهم في كل 3 أيام يختم القرآن ختمة. ولكن ما هو حالنا اليوم مع القرآن؟ ما هو حالنا مع كلام الله؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجروا كلام الله واتخذوه وراءهم ظهريا، تركوا تلاوته، تركوا العمل به، تركوا الاستشفاء بالقرآن، فهو شفاء وهو نور وهو هدى وهو أفضل الكلام وأعلى الكلام وأصدق الكلام، وأعظم أجرا مما أعظم شيء يتقرب به العبد إلى الله عز وجل فيه من الأجور، كل حرف بعشر حسنات. وإذا تدبر العبد كلام الله عز وجل كان في ذلك الأجر الكبير، لأن المقصود من تلاوة القرآن هو التدبر والعمل والعلم والتطبيق. كان السلف يقول السلف: حدثونا الذين كانوا يعلموننا القرآن ويقرؤوننا القرآن، كعبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة، أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات من القرآن حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فأخذنا العلم والعمل جميعا، جمعنا بين العلم والعمل، لا يتجاوزون 10 آيات،
فيها بر الوالدين، فيها صلة الأرحام، فيها الإحسان إلى الجار، فيها المحافظة على الصلاة، فيها أداء الزكاة، فيها أداء الصيام، يؤدون ما يسمعونه وما يتلونه من كلام الله يمتثلونه. كان الواحد منهم قرآنا يمشي على الأرض، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو إمام المرسلين وإمام المتقين كان خلقه القرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت ما هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآداب القرآن، ما أمر به القرآن يأتي به وما نهاه عنه ينتهي، هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق أصحابه من بعده. فأعظم ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو كلام الله القرآن الكريم، يتلوه العبد صباحا مساء، لا يمر عليك يوم إلا وتجعل لك حزبا من القرآن، لو تقرأ صفحة واحدة، صفحتين من القرآن، لو تقرأ بعد كل صلاة ثلاث صفحات تختم في الشهر، القرآن 600 صفحة، فإذا أنت قسمتها على الصلوات الخمس كل يوم تقرأ فيها جزءا من القرآن تختم شهريا، في كل شهر تختم القرآن مرة واحدة، فما بالك بعض السلف كانوا يختمون كل 3 أيام، بل كان بعضهم يختم القرآن في ليلة، لأن القرآن خف على ألسنتهم. يروى عن الإمام الشافعي أنه كان يختم القرآن في ليلة واحدة، ويروى عن عثمان قبله ذي النورين الخليفة الراشد أنه يختم القرآن في ليلة واحدة، هكذا كان السلف. لكن ما هو حالنا من القرآن مع القرآن؟ كثير من المسلمين تجد المصحف في بيته لا يفتحه، قد أتى عليه الغبار، لا يفتح القرآن إلا في رمضان. لا ينبغي للمسلم أن يمر عليه يوم وليلة إلا وقد تلا من كتاب الله، من حفظه، من يفتح المصحف ويقرأ فيه، إذا كان لا يعرف يقرأ عنده أبناءه وبناته يقرؤون عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا ومن يقدر يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد، هذا التوحيد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا التوحيد. القرآن يشتمل على 3 أقسام، إما هو أحكام وأوامر ونواهي أو أخبار أو دعوة إلى التوحيد ونفي الشرك، فسورة الإخلاص فيها دعوة إلى التوحيد لله عز وجل ونفي الشرك، وبيان أن الله عز وجل الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نفت عنه الشريك ونفت عنه المثيل، فيعجز العبد أن يقرأ سورة الإخلاص في ليلة مرة أو 3 مرات يقرأها عند، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه عليه الصلاة والسلام ثم نفث فيهما ثم قرأ قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم يمسح بها جسمه ما أقبل من جسمه وما أدبر. قالت عائشة فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أقرأ عليه وآخذ يديه أمسح بهما جسم النبي صلى الله عليه وسلم بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة وهكذا كان حالهم، القرآن دائما معهم في أحوالهم، في حضرهم، في سفرهم، في بيوتهم، في مساجدهم، في أسواقهم، هكذا يتلون كتاب الله. فإذا العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال، غير القرآن الذكر، التسبيح، التحميد، التهليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الباقيات الصالحات هذه هي التي تبقى عندك في قبرك ويوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وتعين الرجل فتحمله على دابته صدقة، وتصلح بين اثنين متخاصمين من إخوانك المسلمين صدقة، حتى اللقمة تضعها في زوجتك صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن الرجل ينكح زوجته وله في ذلك صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. انظروا عظمة الإسلام، حتى الرجل وهو يستمتع بزوجته له في ذلك أجر، لأنه يعف نفسه عن الحرام ويعف زوجته عن الحرام. وفي بضع أحدكم صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه أخلاق الإسلام. وبعض الإخوان جزاه الله خير يقول: بعض الناس هداهم الله تجد عنده الكبر والتعالي على إخوانه المسلمين. نقول له: هذا ليس من أخلاق الإسلام. المسلم هين لين على إخوانه، يتبسم في وجوههم، يقابلهم بالسلام، يلين لهم الجانب. المسلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: المسلم أخو المسلم. انظروا أخوة الدين، إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، يعني لا يتكبر عليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، لا تحقر. بحسب امرئ من الشر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لماذا تتكبر على أخيك المسلم؟ لا يجوز. الحديث: الكبرياء إزاري والعز ردائي، فمن نازعني في أحدهما كببته في النار. الكبر لله، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله عبدا شكورا، ووصفه بالعبودية. وقلت لكم في الدرس السابق: لما جاء برجل إليه فكان الرجل خائفا يرتعد، يؤتى به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ الرجل يرتعد. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، أنا بشر من البشر، إنما أنا ابن امرأة، ولم يقل أنا ابن رجل، يعني عشان يخفف عليه، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. القديد هو اللحم اللي يبسونه ويضعون عليه الملح، ما كان في ثلاجات شيء يحفظون فيه اللحوم، فكان العرب يقددون اللحم، يقطعونه ويضعون عليه الملح، ثم يضعونه في الشمس، ثم يأكلونه في أي وقت. قال: خون على نفسك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يقولون: كانت الجارية في المدينة النبوية تأتي إلى رسول الله فتمسك يده ثم تذهب به إلى أي سكة من سكك المدينة، تأخذه تتحدث مع الرسول ليقضي حاجتها، تطلبه، تسأله، تتحدث معه. ليس كبير عليه الصلاة، كان يجلس مع أصحابه على الأرض ويأكل معهم الطعام عليه الصلاة والسلام. وكان القادم من بعيد والرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه لم يكن يتميز لا بلباس ولا بهيئة ولا بشكل ولا بأمر من الأمور، لم يتميز على أصحابه. فكان القادم حولها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والبراء وابن عباس وغيرهم، فيقول القادم: أيكم محمد؟ ما يدري من هو الرسول منهم، ما تميز عليه الصلاة والسلام عن أصحابه. يقول: أيكم محمد؟ يناظر في أبو بكر يقول: أنت محمد؟ قال: لا، هذا محمد رسول الله.
هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه، وهو الذي أمرنا بالاقتداء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو القدوة عليه الصلاة والسلام. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تصعر خدك للناس، لا ترتفع عليهم ولا تتعالى عليهم ولا تقول هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أسود وهذا، لا، الجميع سواء. النبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة قالها بعد ما دخل مكة فاتحا منتصرا وهو على باب الكعبة، قال: أيها الناس، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى. هذه أول كلمة قالها صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، ليبين أن المسلمين كلهم أخوة، كلكم لآدم وآدم من تراب. إذا قال لك هذا أصل وهذا غير أصل وهذا أسود وهذا أبيض، قل: كلنا أبناء آدم، كلنا إخوة في الدين، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، لا نتفاضل عند الله إلا بالتقوى، بالإيمان والعمل الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، موضع نظر الرب إلى القلب. إن الله ينظر إلى قلوبكم، الصلاح هنا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو موضع نظر الرب، هو موضع الإيمان، هو موضع التقوى. فإذا صلح القلب صلح، هو ملك الأعضاء، هو ملك الأعضاء. فإذا صلحت هذه المضغة صلح القلب، صلح الجسد كله، وإذا فسد القلب فسد الجسد. بل إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، يسود قلبه والعياذ بالله. فإذا استغفر وتاب جليت تلك السواد إلى بياض وإلى صفاء، وإن ترك التوبة والاستغفار تتابعت الذنوب حتى يصبح قلبه كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. أما المؤمن فقلبه صاف أبيض، لا تضره فتنة حتى تقوم الساعة، لا تضره فتنة، لأنه مؤمن تالي لكتاب الله، محافظ على صلاته، موحد، لا يدعو غير الله ولا يسأل غير الله ولا يستغيث بغير الله. صلاته ونسكه وعبادته وحياته وموتها، موت كلها لله رب العالمين. هذا هو المقدم الذي له منزل عند الله عز وجل. ما بينه وبين الجنة وبين كرامة الله إلا أن تخرج روحه. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ما بين العبد وبين الجنة والنار إلا الموت، أن تخرج هذه الروح. الدنيا دار عمل ما فيها حساب، الآخرة دار حساب ما فيها عمل. فالإنسان يقدم لنفسه الأعمال الصالحة حتى يجدها عند الله. كل ما تعمل هو في كتاب مسطور عند الله عز وجل، الكتاب مكتوب عند الله كل أعمالك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تجد حسناتك وسيئاتك وأعمالك كلها مرصودة، بل الكتاب منشور، ما يحتاج أنك تفتحه، مفتوح كتابك. يوم القيامة تتطاير الصحف في ذلك الموقف الرهيب العظيم، كل واحد صحيفته تنزل عنده. اقرأ كتابك، فيه حسناتك وفيه سيئاتك. فيفرح ويسر المؤمن ويقول: ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت. فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذا المؤمن
التقي الصالح الموحد، فيقول للناس: هاهم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية إلى آخر الآيات. وأما من أوتي كتابه بشماله فهذا الشقي والعياذ بالله، بل يؤتى كتابه وراء ظهره. ولذلك بعض العقائد الباطلة والعياذ بالله إذا مات الميت عندهم يكسرون شماله، إذا مات الميت يأخذون يده اليسرى ويكسرون حتى يقولون لا يأخذ. هذه من الخرافات من البدع، حتى لا يأخذ كتابه بشماله، ما ينفع. كسرتم يده، كسرتم إصبعه، كسرتم رقبته، لا ينفعه إلا عمله الصالح. هذه من البدع والخرافات. فالكافر والمنافق والعياذ بالله يأخذ كتابه بشماله ويصرخ ويقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني، خذوه فغلوه. الملائكة العذاب والعياذ بالله. فإذا العبد يقدم لنفسه هذه الأعمال الصالحة، الأقوال والأعمال، الذكر هو من أفضل الأعمال وأعلاها، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يقول: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ هذا في صحيح مسلم. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من النور إلى الظلمات كان بالمؤمنين رحيما. إذن الذكر من أفضل الأعمال وأزكاها، وهو من أسهل الأعمال، وهو من جوامع الكلم الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. وأيضا من فضائل الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله. ولذلك كان المجاهد الذاكر أفضل من المجاهد غير الذاكر، الذي يجاهد الكفار ويذكر الله ويكبر ويذكر الله عز وجل فإن الله عز وجل ينصرهم. ولذلك كان شعار المجاهدين من الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من مجاهد الإسلام كان هو التكبير، وكانت صيحات التكبير أشد على الكفار من وقع النبال ومن وقع السيوف. بل إنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تفتح مدينة القسطنطينية، تفتح بالتكبير والتهليل والتحميد، يأتي إليها المسلمون فيكبرون ويهللون فيسقط جانبها الذي في البر، ثم يهللون ويكبرون فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يدخلها المسلمون فاتحون. وهذا الفتح الأخير غير الفتح الأول الذي حصل في عهد محمد الفاتح، سيفتح المسلمون القسطنطينية، وهذا قبل خروج الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، يأتيها المسلمون فيكبرون ويهللون فيسقط جانبها الذي في البر. بالذكر بدون قتال تسقط، بذكر الله عز وجل تسقط الأسوار وتسقط القلاع بذكر الله عز وجل، آية من آيات الله عز وجل. ولذلك كان العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الأقوال والأعمال، طبعا الأعمال كل الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام والزكاة والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران والإحسان إلى الضعفاء والمساكين والأيتام وغير ذلك. الأعمال البر كثيرة ومتعددة. ولذلك بعض الناس تجده عنده جلد على الصلاة، يستطيع أن يصلي الليل والنهار لكنه يشق عليه الصيام، فهذا يستكثر من الصلاة. وبعض الناس تجده صابر على الصيام،
يستطيع أن يصوم الأيام الكثيرة، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم 3 أيام في الشهر، يصوم الأيام البيض، يصوم الاثنين والخميس، عنده جلد وصبر على الصيام أكثر من الصيام، لكنه يتعبه الوقوف في الصلاة مثلا، أو عنده كثير من الأعمال لا يتمكن، فليكثر من الصلاة. بعض الناس عنده قدرة على الإنفاق، رزقه الله مالا فتجد يتصدق يمينا ويسارا، ولكنه يشق عليه صيام التطوع وصلاة التطوع، فنقول له أكثر من الصدقة. بعض الناس تجد عنده جلد في بر الوالدين، فيلزم والديه ويحسن إليهم ويبرهم البر العظيم، هذا باب من أبواب الجنة. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، قرن الله حقهما بحقه. فإذا إلزم والديك فثم الجنة، إلزم والدتك أمك أحسن إليها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، ما قال معلمك ولا شيخك ولا جارك ولا إمام المسجد، قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك. قال ثم من يا رسول الله؟ قال أمك 3 مرات. قال ثم من؟ قال أبوك. الوالدة أحق بالبر، لأنها هي التي حملت وتعبت وربت وتعبت على الولد في صغره، في تغسيله وتنظيفه وتأكيله، وسهرت عليه الليل على بكائه وعلى نومه وعلى صحوه، وعلى أمك التي حملتك في بطنها، حملته وهنا على وهن، تعبا على تعب، ولادته طلق وتعب تعاني منه الأم حتى الموت، ترى الموت بعينيها وهي تطلق لخروج ابنها منها. وكان رجل يحمل أمه في الطواف على ظهره يطوف بها، ولقي ابن عمر قال هل بريت بأمي يا ابن عمر؟ قال ولا طلقة من طلقاتها، يعني تطوف بها بالبيت هذا ولا طلقة من طلقاتها ما كانت تعانيه في أثناء ولادتها. ولذلك من ماتت على ولدها في نفاسها كانت شهيدة، المرأة التي تموت في نفاسها شهيدة من الشهداء. لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد هو من مات في المعركة، قال إذن شهداء أمتي قليل، قال الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد والمرأة تموت في نفاسها شهيدة والمبطون شهيد والمطعون شهيد، إذن شهداء هذه الأمة كثير. وقد مات في طاعون عمواس كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذهبوا إلى الشام مات أبو عبيدة وهو 11 المبشرين بالجنة في عام 17 للهجرة، مات كثير من، وهو كان عذاب على الأمم السابقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم جعله الله رحمة لهذه الأمة، فمن مات بالطاعون كان شهيدا. نسأل الله عز وجل ألا أن يجعلنا وإياكم ممن ينال الشهادة في سبيل الله عز وجل، نسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ لهذه البلاد أمنها وقيادتها وعقيدتها، واحفظ جنودنا المرابطين على ثغور هذه البلاد حفظا لبلاد الحرمين ودفاعا عنهما. اللهم ارحم شهداءنا واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.